الفلوس يا اخويا مش محتاجه ترجمه، ناويني فلوس. كل الكمبيالات اتحصلت على سيركل المليم. افرم عليك يا ابني، انت كل شهر تثبت لي جدارتك، انا كتير ممنون لك. اتمنى يعني ما يكونش حد يسبب لك ازعاج اثناء عمليه التحصيل. هما اتنين بس اللي تعبوني. فاكر حضرتك فرحات اللي مراته اخدت الانتريه من حوالي بونص ونص كده؟ ايه بونص ونص ده؟ شهر ونص. خير، ماله ده؟ ده بقى طلق مراته مع اول قسط. يا راجل! ولا فاكر سعيد اللي مراته اشترت التلاجة من حوالي 4 months؟ ده بقى ربط مراته في التلاجة وحلف يولع فيهم هم المونديل. ايوه. قلت له عندك؟ مالكش دعوة بالتلاجة، دي لسه عليها صب تخصنا. طب ومراته؟ لا في داهية، احنا مالنا فوظيفها من عندنا هو فري فيها. تعرف اننا من غير الستات اللي زي مراته دي وطلباتهم ما يبقى الناس هي بتستارت كده يا فندم. نظرة ابتسامة، شركة في قسط، جوازة في قسط، حقيقة في قسط، قسط في قسط، في سجن. ونسيوا ان في واتش للحساب، وان الكمبيالة اللي بيمضوها دلوقتي ممكن تسجنهم بكرة او بعده. الناس بتاعت الشرا بتبقى سرقاهم السكينة. أي السكينة بتبقى سرقاها ودي تستاهل كل خير. أنا نفسي أبوسها. فوتك بعافية يا باشا. ويت 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 ويت. خير خير. ل3 جنيه ناقصين من الفلوس. أيوة فعلا فعلا فعلا. في 3 باوند عجزوا مع كاستمر عندي بس أنا ما سكتلوش. أنا فتحت التلاجة بتاعته لقيت فيها كرتونة بيض. خدت بالباقي بيض. اتفضل بيضك يا باشا. الناس يا باشا بقوا في منتهى الاستهتار، بقى عندهم لا مبالاه، فالحين بس يبعزقوا فلوسهم على الاكل والشرب. قبل ما تمشيش عاوزك مشوار. حاضر. وده دفتر كبير بتاع شهر جديد. انت عايز تلاجة على كام؟
الأربعة بعد الظهر. وأنا بقول لك هوصلها لك إمتى؟ أنا بقول لك بكام؟ بتعمل إيه؟ أنت عايز شوف بكر ولا تاني؟ شوف العرش عشان ساعات ما تصبر معاه، عرش دي عرش ده واحد دي؟ تواكل؟ معلش أنا لازم أتأكد من المطار الأول. لا خدها على الضمان تدور وامشي على طول، شكلك هتطلع روح يا سيد. التلاجة دي كهرباء؟ لا بنزين 80. عجباني أوي. خلاص شيف. معلش آخر سؤال طيب. اتفضل. هي الحنفية دي مش ناقصها حوض؟ حوض؟ حوض مش عارف. دي حنفية بتنزل تلج يا بني آدم. يا سبحان رب العالمين، حنفية في التلاجة بتنزل تلج. وفي شتاء بتنزلك تلج سخن. بجد؟ زي ما بقول لك كده. لا أنا حبيتها وأنا عايز. خلاص أظبطها لك. امشي أنت دلوقتي بقى علشان عندي مشوار. هنروح على فين؟ أنا اللي عندي مشوار. طب ما أنا ما وريش حاجة. أنت تلت؟ لا. تنح؟ لا. بلن؟ لا. غور؟ أنا عايزك معايا. غور؟ ماشي. معلش يا أفندم، كان لازم أروح البيت أستحمى وأغير هدوم. مشوار إيه يا فندم اللي استحموه؟ تعرف الدكتور غريب ابني ها؟ آه طبعًا ربنا يخليهولك يا رب. من ساعة ما رجع من أمريكا وهو بيجهز المستشفى بتاعته. ربنا يبارك له فيها. نفسك تطمن عليه يا أفندم. تطمن عليه يا فندم؟ ده لو قعد يحرق في الفلوس اللي حضرتك هتسيبها له مش هيلاقي عربيه مطب تطفيه. الله اكبر الله اكبر عليك يا ساتر يا رب. اتقي عينك واسكت، ما انت شايفني بسلف من اليسوى والمسواش. هل يحرق مش عارف ايه؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. عموما انا قدرت اقنعه انه يدخل نظام التقسيط عنده في المستشفى. ايوه عشان يخفف العيب على كاهل المرضى. انسانيتكم دي اللي هتوديكم في داهية. تودينا فين؟ جنة. ايه يا اكبر في حاجة؟ لا بشبه. شبع التاكسي؟ لا تلقيح عادية مع تخطيط الوش مش غريبة عليا. اكسكيوز مي اكسكيوز. اللهم حظنا حبيبي. ايه يا راجل بقول لك بتعمل ايه هنا؟ انت مالك يا جدع انت؟ نايس قوي اني اشوفك وفكرت ان يومك قرب. يوم مين اللي قرب يا جدع انت؟ الكمبيالة بتاعتك معانا بكره. بتجري والله من اخر الدنيا وبتراقبني عشان تقول لي كمبيالتك بكره. خلافك وصلت المعلومه. مع السلامه. ما تسلمنيش يا راجل بقول لك ده جيتك بمحاسن. مين محاسن دي؟ محاسن الصدف. يلا سليب سليب يلا 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 يلا. متخيل يا اكل؟ لا ده كستمور يا اخويا كستمور عميل. عميل محاسب الصدف. بسم الله ما شاء الله. ايه يا فندم النظافه ديت؟ لا لا حاجه عظيمه بجد. قوي قوي. كل ده والعمليات بالقسط. استناني هنا ها؟ حاضر حاضر. ايه الوظاويز دي؟ دكتور نجيب اكبر ده اسطورة التحصيل، مهندس الاقساط، كابوس الزباين. ولد حضرتك هما الوحيد اللي بيسكس فيا، بقيت الناس بتدعي عليا. عايز اقول لك ان زباين هنا على فكره ناس ديفرنت. يس. وعشان هما ديفرنت محتاجين معامله لطيفه شويه. يس. وعايزك تعرف كمان ان احنا زباين هنا مش ستات بس، ستات ورجاله. الله الله ستات ورجاله قمه المساواه.
مين مين الراجل؟ ذنبه ايه الراجل اللي بيبقى راجل؟ لا هو ده الذنب اللي بيبقى راجل. ومعين ان الراجل يبقى راجل؟ لا لا بس لو عرفت ان هو يبقى راجل يبقى راجل حلو. حلو من أجل تحكي. احنا في مجتمعنا الشرقي بنخجل من حاجات كتير. بس انا من ساعة ما رجعت من امريكا قررت ان انا اكسر كل المفاهيم. بس حتى لا ترجعني. في حاجات عند الراجل لو اتكسرت ما تتصلحش. وماله؟ عنها ما تصلحش. زي زي الناس. دكتور يقصد مش بس الستات هم بيعملوا العمليات دي. لا اليومين دول الرجالة كتير بتعمل عمليات تجميل. عمليات تجميل؟ أيوة عمليات تجميل. هو تفتكر إن التجميل عيب؟ ده التجميل ده بقى ضرورة ملحة. فاهم فاهم فاهم. المهم إن حضرتك تطلع في البادي زي ما أنت عايز لكن الشاسيه زي ما هو. الشاسيه أيوة أهم حاجة الشاسيه. طب ليه الناس دي اتقصت؟ فرصدت البلد. العمليات دي تكاليفها باهظة لأنها عمليات على مستوى عالي أوي أوي. نفخ تنبير تصغير شفط. بس الجديد بقى إنه كله هيتعمل هنا بالتقسيط المريح. يعني نفخ الشفايف على قصتين مثلا، الصدر على ستة، يعني اللوكة على سنة. اللوكة؟ آه. إيه اللوكة؟ المخزاني الخلفية اسمها لوكا؟ هو في ناس بتقول سلوكا بس أنا مش هقول هقول لوكا. خلاص يا أستاذ أكمل أروح بكرة المعرض أخد التلاجة وأقول لهم إن أنا من طرف الأستاذ أكمل. لا أنت تروح الأول ديزاين تمضي وبعد كده تديهم الأدرس بتاعك وقبل ما تروح هتبقى التلاجة عندك في البيت. لا بلاش البيت الصراحة. ليه؟ عشان بقى انا ادفعها هدية واعملها مفاجأة للمكان. مش يمكن ربنا يسهلها وتتفك العقدة واخش. لا انت ساكن فين يا استاذ سيد؟ في الطرق. في الطرق؟ ما تتريقش قوي كده. الحاجة الوحيدة اللي بتتعمل بإخلاص في البلد دي انك تموت يا استاذ عادل. فضل الله ولا فينك يا اخي. روح روح خلص بكرة وانت رايح تاخد معاك وقت النور باسمك. يعني يا سهلة كده اخد معاه وصل نور ادهولهم بدون التلاجة؟ كلهم بيبقوا فرحانين زي كده في الاول يا استاذ سيد. يا ريت بقى اشوف الابتسامة الحلوة ديت على وشك ساعة ميعاد الاسم. هتشوفها يا استاذ اكرم. اخيرا يا جدعان هيبقى عندي التلاجة اللي فعلا بقى فيها بتتعب. عمال اتيكم عملت كريم يا رب وطلبتها ونقلت يا سماح. قلت لحاج بس عارف اقول لك ايه؟ والله ما عارف اقول لك. شكرا. اقعد ايه يعني؟ ايه الغرض ده؟ انت ما استحملتش بالك قد ايه؟ واستحمل ايه؟ طب ما انا طول عمري نضيف. انت عارف انت لو رحت الفوت بتاعت الدكتور نجيب مش الانذار بس اللي هيطلع، ده المستشفى كلها بقت تنفجر. السلام عليكم. ايه ده استنى؟ تاخرت يا استاذ. انت فاهم يعني ان الزباين مقطعه بعضيها؟ دي ورديه فقر. انا اصطبحت وتنسيت بوشي مين النهارده؟ ده برضه اللي فاق. يلا سلام يا استاذ عادل. بيس عليك يا استاذ سيد. طبق حبايبنا عسل لا اوعى ريحه. بلاش سكر عشان نعيش حقه. ولما انت ما معكش حق الشجر هتلم نفسك وتوفر مصاريف القهاوي. انت هتحاسبنا على حبايبنا معسل؟ انت محسسني ان انت بتصرف عليا وانا مش واخد بالي. طب شوف دي سمك قهوه سكر زياده قوي وكمان مور شكر. عموما انا قلب عليك انت هتدفع لي فلوس قسط البوتاجاز بكره مرني. يا جدع يا مضر بالي بقول لك معيش فلوس عشان ادفع القسط دلوقتي. حل عن سما امي بقى. ما تحورش الكلام يا جابولا. اولا انا ما طلبتكش بالقسط نام لان ميعاده بكره ولو خدته قبل ميعاده انا بتشائم. ايوه ثانيا لما انت معكش تاكل ومتكحرب رايح تجيب لي موبايل جديد ليه؟ عشان ثالثا الموزه اللي كنت مستنيها قدام الهوسبيتال اكيد ظبطتك. ايوه ما هي الست اللي عند رابعا
ولا شهريا. الزفت المبين ده والزفت اللي عند الهوسبيتال دي هم اللي ضيعوا عليا الوديه، عشان الزفت اللي عند الهوسبيتال دي قالت لي هتتاكس وتعالى خد من الزفت الشقه اللي عند الدقي، خدتها على زفت المستشفى وبعد كده على زفت المطار، عشان في واحد زفت قلبها جاي من السفر دخلت على زفت المطار وانا فضلت بره على زفت بره المطار. الزفت ده رن قلت ارد عليه، الزفت ده فصل شحن والزفت ما طلعتش وانا فضلت مستني، قلت اروح على زفت الشقه اللي في الدقي ما انا عارفها، قالوا لي الزفت دي مع الطياره ما بتجيش وسرقتها، وراحت واخده زفت طياره وطلع على زفت بلد ثانيه هجرت. كل ده زفت شايله على قلبك ده التنحس. سألت عليك ومش هنفع القسط صح؟ مش بقول لك انت نحس، بكره مورنينج القسط يبقى في عندك، وانا مش عايز اشوف خلقتك بكره. الحاجه الوحيده اللي تخليك ما تشوفش خلقتي انك تموت يا رجب ولا افلاي. انا بقى يعني ايه افلاي؟ يعني اطير انا بقى وغدا ابقى. ربنا يقدر وانت طاير تخبط في نسر احول ما يطلع لك صبح يا بعيد. انا مش فاهمه انتوا جايبين ولد من بقى واطشه زي بالي، كان لازم توظفوا ولاد ناس يعرفوا يتعاملوا مع العملاء ويكونوا وجهه كويسه للمستشفى. بالعكس يا ماما، لو جبنا موظفين ولاد ناس يقوموا المهمه دي هيبقى بصر اعراب كبير للعملاء. مش فاهم. افهمك انا يا راجل. بصي يا حبيبتي، افترضي ان انت مريضه عند الدكتور نجيب وبعت لك ابن عائله هان او جوال هان، ساعتها هتبقي مبسوطه لو عرف ان انت بتقسطي تمن العمليه ويروح يقول لمامته؟ لا طبعا، لان ساعتها هموت من الكسوف. وعشان كده بقى اللي بيحصل ده لازم يكون من بره الدايره الاجتماعيه بتاعت العملاء خالص. كده اتحوطت من كل حتة، هتجو مني فين يا رجبولة؟ وراك وهحصل كده كده صار برضه. انت فاهم؟ لا ما تقلقش يا استاذ عجبان،
قبل ما اموت هقول لك. يلا سلام. حبيبي انا هنا، حبيبي انا هنا. مش هتساعدينا ننضفه جزر؟ ايه هو ده؟ ماشي هنضفه لوحدي. الحاجه الوحيده اللي تخليك ما تشوفش خلقتي انك تموت يا رجب ولا انك تموت يا رجب ولا رجب هو رجب ولا تعرف تاخد؟ مش هاخد منك اخر قصتين اخر ثلاثه وكمان قطع نفسك وموقف ضربات قلبك. يعني انت مصر تنفذ اللي في دماغك وتموت. ماشي يا رجل انا بقى هحرق دمك. خبطت في البوتاجاز واخده معاك. انت لسه ما عطيتوش. ما لاقيش عندك مزيل دهون وسلكه مواعين ما تبقاش خشنه عشان ما يتجرحش. يتجرح؟ لو انت عايز تغسله بسلكه مواعين ومزيل دهون. امال يعني اغسله كده بالعفونه ديت ده محروق. محروق ده ايه يا عيني؟ يا دوب لا طبعا قليل برنجان. قليل برنجان؟ تخليه بالعفونه ديت؟ هو كان بيحب فيكي ولا حاجه؟ طيب. بتلاقيني كان بيهب ينزل على مفيش. انت قلتلك استرخصتي. انت كان ممكن تاخدي واحد برقبته. محدش بياخد غير نصيبه. قالوا راح. راح. راح مين يا هاني؟ ده انا هنضفه واروقه واخليه بيبرق كده ويبقى عليه القيمه. ولو احلو في عينك انا ممكن اسيبهولك. لو انت عايزه ايه؟ وانا هحتاجه في ايه؟ على رايك احنا نخوره احسن. طب ما تخلصني بقى. حاضر من عينيا. بس على فكره انا ما اشتغلتش من تحت خالص. انت شعراك؟ لا انا بفهم. يا سلام. بس ده لو كان يشتغل من تحت كان هيبقى مليان شحوم ودهون، لكن ده مفيش خالص. اولا انا هاخده بعبلي وكده اروقه عندي في المحل، وهجيب لك واحد يحل محله مؤقتا. هو هيبقى بعين واحده بس هيبقى شغال كده. شغال؟ شغال مين؟ قطعة لحم يا راجلين. خلاص يا ست هقف عليا، انا اللي كنت عايز اجيب لك واحد بدال. هاتي لي اي حاجه بقى احطه فيه. هما البلد خشب. خشبة؟ ليه انا هجره؟ هاتي الكرتونة انا ستفه فيه. كرتونة؟ انت كمان هتشيله بكرتونة؟ تمر وتوها. طب حطيني كيس زبالة بس يكون كبير شوية انا احطه فيه. كيس زبالة؟ انه نادر. كيس زبالة زبالة. طب يا حرة يا مهر كتكون. بيني وبينك اللي قصاد يا مهر ادرك يا مهر. ايه راجل بيطلع من المطرح؟ انت جاي تاخد بالك يا حبيبي. ده انا كده ما بيشبعوش كده. على الله يا اختي ما يكونش مخبي عليكي حاجه تاني. يا ولد ايه العبط يا ولاد الكلب؟ حلو لا اله الا الله وحلو لا اله الا الله. يا ترى الوفاه هي طبيعيه ولا مقصوده؟ اعتقد ان عن حسن نيه.
ويقول لي يا اخي شكله كان جايلك شكله اللي وفاته مش راجل معرض ايوه شكله ظلمه لابي دراع استغلال لا ما تاخذنيش اللي ما معهوش ما يلزموش ليه تورط نفسك اللي ما معهوش ما يلزموش انا عارف انك زعلان مني بس لازم تفهم ان ده شغلي اكل عيشي كده خلي دول معاك لحد ما تفهم كده مجيش سأل حد ما اديتك حاجة خلاص يا صافي وصلوا كلهم؟ وبياخدوا القهوة وانتي حضرتي لي الداتا اللي قلتلك عليها؟ كله تمام طب تمام يا دكتور يا دكتور اكمل خير في حاجه؟ خير ايه انا جاي حسب الميعاد طب خلاص ندخل مع بعض انا عندي بورد ميتنج وبعدين نتكلم قوي قوي يدخل معاك فين يا دكتور؟ وماله؟ مش بطال يا دكتور ما ينفعش هو ايه اللي ما ينفعش؟ انا دكتور مستحمي تحب اقلع وانت اللي تحميني عشان ترتاحي تتعلم على الحمام خلاص خلاص يا حبيبي خلاص يا صاحبي ما هو لازم برضه يتعودوا على اشكالي بس مش فاكر كده يا دكتور انت كده بتصدمهم ايه الولايه دي مش عاوز حضراتكم تتفاجئوا باللي انتوا هتشوفوه الدايره دي بتمثل الشعب المصري المثلث الاحمر ده بيمثل الشريحه الاجتماعيه اللي بتتعامل معانا وده معناه ان احنا بكده خسرانين باقي الدايره اللي باللون الاصفر واللي هو بيمثل غالبيه الشعب عشان كده احنا في المرحلة الجاية لازم نركز على اللون الأصفر وطبعا لازم نزود من وعي التجميلي لازم المرحلة الجاية يبقى شعارها حلاوة وسامة عدالة تجميلية أنا شايف إن من المستحيل إنك تقدر تخلي اللون الأصفر أحمر يا دكتور قلبك بلاك ليه كده أحمر؟ أبسولوتلي نوت يا شابولي بيه ده مش هدفنا خالص انا عارف كويس ان الاصفر لازم يفضل اصفر عارف كمان ان الاحمر هيفضل احمر انا كل هدفي يا شبولي بيه ان انا اوسع الدايره التسويقيه طب الاصفر هيجيب منين فلوس انا شاكك قدرتهم على الدفع وهيدفعوا منين بعد ما نصيتوا دمهم احنا دلوقتي يا شبولي بيه ندرس مع بعض البنوك ممكن يدوله قروض واو عموما احنا مش بس هدفنا زياده المبيعات لا احنا عندنا هدف تاني مهم جدا ان احنا نخلي البيئه الصفراء اللي حوالين الاحمر ده تبقى اكثر جمالا واو ايه ذنب الناس اللي زي حضراتكم ان يشوفوا حواليهم بيئه قبيحه مشغول شويه بالاجتماع اللي حضرته كلهم حمر بس مش عارف بقى مين احمر من التاني سيبك منهم ده عالم فاضي فاكرين ان فلوسهم هيشتروا الخل ايه ده ايه ده ايه ده ده انت صفرا بقى مع ان باين عليك انك حمر المهم لازم تعرف ان الملف ده ضايع في السريه احنا عاملين كونفدنشال اجريمنت مع عملائنا تمام؟ حضر لي 10 ترغيف يا ابو علي بس يكونوا طازه ها؟ ماشي شباب خير يا استاذ اكرم مش عوايدك تيجي متاخر كده اتاخر على ايه؟ هو انا كنت مديلك ميعاد ولا حاجه يا جدع انت؟ طب بسم الله معاك خد جبنه بيضة قوي سيد انت حاسس انك ليك لازمه في الحياه يعني؟ لا يا استاذ اكرم انت لا تقطمني ولا ايه؟ انا على امل متى من سلام لو سمحت اقطمك ليه؟ مش التكييف وصل الحمد لله الحمد لله وصل ورتب وكل الحاجات تمام زي الفل والدنيا اخر تراوح ايه وقت؟ خشيت من غير ما تقول لي اول مبروك؟ لا لسه ليه؟
يوم عند ريفكست.
ده لو قعد الصبح هيحمر. طول ما انت هنا ما تقربيش بشبابيك. يا طعم هو انا عملت لك ازمه؟ لا اصل جميله دي بتدخل عليها موت. على ايه؟ على ايه؟ تمام انك ما تصحيش. معلش يا اخويا انا اسفه، بكره من الصبح مش هتلاقيني هنا. وابنك ده شيله طول عمره. انت بتستهبلي؟ هو انت لاقي حته تلمك؟ المرافق الساعه. خلاص خلاص. خلينا نشوف حالة مشكلتك. هو انت عليك قد ايه غير متأخر؟ ثلاث شهور ب 500 1500. يعني انتوا متجوزين بقالكوا 14 وجودك ما دفعش ثلاثة؟ ليه هو كان داخل بمجهوده؟ الله يرحمه. غلطة. هو انت اتجوزتيه عشان يصنع غلطته؟ بشر! غلطة مين يا ابو غلطة؟ ابو اسد لو سمحت. مش كلمة قلتها. طب انت اتجوزتيه ليه طالما ما عرفتوش حاجة؟ الله يسامحه بقى. عموما انا هتاخد ساعات الاقي شغل. لا ما تعرفش هم. طالما معاك الهدوم تجرب شغال لك. وانت ايش عرفت؟ وسيد قال. وسيد ايش عرفت؟ وسيد؟ ده جوجل سيرت الناس واتساب الفضايح تويتر المصايب ده تبصي عليه كده يطلع لك من تحت اي جسم يقول لك حاجة استخبي. يقول لي يقول انا ما عنديش حاجة اخاف منها. ان شاء الله ما تقعديش هم. بس بس انا هنام وانت شوفي لك اي حته تنامي فيها هنا. ايوه مندوب مستشفى الدكتور نجيب يا فندم. ايوه ايوه معاكي الوقت؟ اه معاكي. شكل الدايره الصفراء. تعرف يا اكمل ان الجمال مطلق ملح للانسان. لا بغض النظر عن طرحه. ايوه طبعا طرحه. بس انك لو مشيت في الشارع وبصيت للوشوش وشلت عنهم الهم والغم هتلاقي ناس جميله جدا. عندك حق. ده غير بقى لو شلت القشف وخليتهم يستحموا هتلاقي ناس تانيه خالص. بس في وقت هايل كده يعني الناس الصفرا ديت تجيب حق العمليات منين؟ ده ما تطلع حق امي اللي خلفوني عشان احصل قسط غساله ولا دلاله. احنا عملنا اتفاق مع البنوك واوريدي وافقولنا ان هم ممكن يدوا قروض للي محتاج. بنوك؟
يعني البنك ممكن يدي قرض عشان ال ولا عشان ال طب في اللي حصل عندي في السادات البنك يحجز على ايه؟ على اللوكا بس. قلت يا اخي ما عنديش مشكلتنا، دي مشكلتكم مع البنك. يا باشا ده البنوك حاجزه على نص تكاسي مصر والنص التاني في السجن، واذا كان على الشط والنفخ في ناس في البلد بتعمل كده في خلق الله من غير عمليات. احنا بنشجع الاستثمار في البشر. شوف مثلا بلد زي فنزويلا هتلاقي بناتها دايما قاسم مشترك في كل مسابقات الجمال. والانسان الجميل فرصه اكتر واحلى في الحياه. يعني البنت الحلوه سهل قوي تلاقي عريس مرعيش، والولد الجميل سهل يلاقي واحده بنيه تحب. طب انا ايه اللي وانتج مني؟ عاوز حد يبقى نموذج. حطيت معاه فيا انا اقطع فيك انت. انت لو في منك نسخه تانية تبقى مرميه في الزباله. انا عايز اعمل منك بني ادم. لا سيبني عايش قرد كده انا مرضي. في ايه يا استاذ اكمل؟ هو انا مش من فصيله البنادمين ولا ايه؟ للاسف من نفس الفصيله بس من شريحه شبكتها واقعه. انا بقى كنت عايز انقلك لشريحه تانية خالص. عايز اعمل لك تشينج من باقى اللاين. ازاي؟ انت عمر واحده غير مراتك بصت في فيسك. وتبص الفيس ازاي وانا عامل باسورد لوحدي؟ سايب 4-4-1 ستيوبيد. ده انت عديت مرحلة الغباء. طب اخر لاست مرة بصيت في المراية انت؟ ابص في المراية ليه؟ ما انا عارف. لا 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 مش هتنفع خالص. انا اصلا قلبي ما كانش متوقعني. انا قلت انك مش ممكن تيجي. لا 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 انا كنت هخدمك خدمة عمرك بس لا 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 مش هينفع. خدمة انا ايه؟ والله ولا تيجي. ابصي ابصي. لا لا كنت انا ارشحك للدكتور نجيب يعمل لك شوية عمليات تجميل. خليك واحد تاني خالص وكل الخلق ديت يشوفوك بفور واكتر. بكام؟ ببلاش. ده انت دعيان المستشفى. انت بتقول ايه؟ كل ده علشان الناس اللي زيك تتشجع. وابقى اسمي سعيد برضه؟ يا استاذ منير ايه ده؟ خد هنا. انت عملت ايه في الشقه؟ طفطفت. انا مش عارفه انت عايش ازاي في الزريبه دي. زريبه ايه؟ وبعدين جو الافلام الابيض واسود ده ما يمشيش معايا. ابيض واسود ايه؟ ايوه جو صباح وامينه رزق. نظف فيه الشقة بعد كده فنجان القهوة بعد كده لقمة نظيفة وفي الآخر اتنفس. تصدق أنت مش رحت بيتك اللي زريبة، أنت رفوخك اللي زريبة. أنا عارف رفوخي. فين التراب اللي كان على التلفزيون؟ فتحته طبعا. أنا كنت كاتب عليه رقم تليفون مهم. وفين الجلابية اللي كانت بتلقعها هنا؟ هي دي جلابية؟ افتكرتها خشة حمام. النبي إيه؟ خشة حمام؟ هو فين الحمام؟ أنا ما بحبش حاجات تتنقل من المكان. شقتك كلها في ادوار زباله، انت وزعوا هنا في البلد شقتك زي ما كانت بالظبط. انا لاحظت انك انت قاعده مفرشحه ومرطشه كده كانك في بيت ابوكي. انا اللي هطلع. خدي هنا تعالي. رايحه فين؟ معقوله هفكر في الزباله وانت معايا؟ الجمله دي ما اثرتش فيكي؟ انت مصدقتي؟ الباب خبط مرتين، شكلها خطيبتك امها. خطيبتي؟ خبطوا كتير قوي بس انا ما رضيتش اطلع. هيشوفوكي. كنت شغال كده. ايه ده اسمك كتير على الموبايل بس انت كنت ناسيه. انا ناسي موبايلي؟ مش ده؟ امال ايه؟ ده. لا ده ما بستعملوش. انا حتى ما شفتش الشريحه بتاعت اصحابي. ماشي فايده ليه؟ بتفرج على الصور. ايه؟ سيخرب بيتك.
انت مش قلتليش تبعت لها تاني؟ يا مين دي؟ استني بس اشوف بعد ايه وبعدين بقولك. يا بلبو واقع لشوشته. ولا حلو لا سامحيني، ما كنتش اقصد اني اقول لك اني مش هبعت لك تاني، وانا اسف يا اغلى ما في حياتي كده. اقبل. انت مستني حد؟ استنى مين يا عمر؟ تلاقي المحروسه بتصعب من تاني. خش جوه، خش جوه، مش ناقصين فضايح. خش جوه، مش هيهمني. ازيك يا استاذ اكبر؟ هاي يا طنط. ازيك يا كمال؟ كميل؟ انا كميل؟ انا مش مصدق نفسي. يا ريتني كنت نظفت الابارتمنت من زمان. يا ابني هتسيبنا واقفين كده؟ مش تقول لنا اتفضلوا. يا خبر طبعا تتفضل. اجيب كرسي وتقعد على العتبه ولا تتفضلوا في الحمام؟ ايه؟ اصل الحمام عندي بقى اكبر من الارض. ليه؟ اتفضلوا 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 يلا يلا. خطوة عزيزة يا طنط، كان المفروض قبل لزوركم. يا عز مقدارك يا حبيبي. بص بقى انا هدخل في الموضوع دغري. المثل بيقول ايه؟ اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. الكرس طبعا. والمثل بيقول برضو اللي ايده مش في مطافه الف واحدة تخطفه، وتحط المطاف في اخر لحظة. وعشان كده يا حبيبي انا عايزه اقول لك ان كل ام نفسها ومون عينها تشوف بنتها متسطره في بيت العدل. قشطه طبعا. هو في عدل احسن من كده؟ ولما الواحده تلاقي شاب بطول بعرض هيبه كده يشرح القلب تعمل ايه؟ تبقى هبله بنت هبله لو سابته. بس برضه يا ماما لازم نعرف هو عليه ايه واحنا علينا ايه. ولا انت ايه رايك يا كمال؟ اللي باي ما يقولش باي باي، اللي شاري ما تفرقش معاه الحاجات دي ولا ايه يا جمجم؟ لا يا ابني تفرق. احنا لازم ندخل البنت بقيمتنا. خلاص اللي بتعزوه انا تحت غرضك. وده برضه عشان فيك يا حبيبي. ياه ما تتصورش يا كمال انا فرحانه بيك قد ايه. ربنا يقدرني افرحك كمان وكمان، واي حاجه تطلبيها انا في السيرفيس، انا في الخدمه. ايوه بس العين بصيره والايد قصيره. ماما لا يا جميله، اكمل لازم يعرف كل حاجه، ده مش غريب. الله يا لو لقاكي عريانه يغطيك. مش للجرداني يعني يا طنط، احنا برضه رجاله يعني. نعم. لا اغطيها اغطيها، ولو عايزاها كمان بالسلوفانه بتاعتها ما عنديش فاهم. ما تقولي حاجه عروسه، هو في عروسه بتتخطى؟ بالعربي كده يا جميل، ماما عاوزاك بخصوص هشام ابن طنط مديحه صاحبه العمار. مال الواد ده؟ عكسك قل ادب عليكي، انا عارفه طول عمره بتاع بنات. اهدي نفسك بس يا حبيبي كده ما تبقاش عصبي. ما بقاش عصبي ازاي يا صمت؟ لا هلعب على جده كده، هلعب عليه. انا اللي بيجري في عروقي ده دم. لا صرت الكشري ولا زيت عربيات، سيبوني منه له، انا هعفيه واديله. يا معفن انت اللي مش لابس على العماره، انا بمسح فيه جوزي. يا حبيبي خلاص. لا يا صمت. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي ولا من وقفه جنب اختك. اختي؟ اختي مين؟ جميلة. جميلة اختك يا حبيبي. اصل اسم النبي حرصه هشام ابن مديحة تقدم لها، والاسبوع الجاي ان شاء الله كتب الكتاب. قلت ايه يا جميل؟ هيقول ايه يا جميلة؟ ده اخوكي، ومحدش هيفرح لك في الدنيا دي كلها قد اخوكي. مش كده يا اكمل؟ انت عارف ان الحاجات دلوقتي بقت بالغلا والكوى، وعشان نسطر اختك محتاجين نشيل وشويات. جوتي بس الحقيقه الفلوس اللي معايا يعني. لا لا خلي فلوسك معاك. ماما كان قصدها ان احنا ناخد شويه حاجات من عندك في المعرض. احنا وهشام. وهشام ليه؟ هو هشام ما معهوش؟ هيجيب منين هو راحه؟ عايزين نسطر اختك يا حبيبي. بس الموضوع ده هيحتاج ضامن، ودي مسؤولية يعني، دي فيها. أنا الضامن، أنا مستعد أعمل أي حاجة بس أشوف أختك كده ببيت جوزها متعززة. اللي تشوفوه اللي
حدد الميعاد اللي تشوفه وبراحتك. يلا بقى يا ماما. متشكرة قوي يا حبيبي وعقبالك. يلا مع السلامة. فكرة انا ما قلتش انها خطيبتي. انت اللي افتكرتي كده لما بعتك عن الشباك. عشان خاطر ما تزعلش نفسك يا اخو. عادي. انا حظي وحش. عارفه لو عملوا جايزة ملك الحظ الفقري اكيد انا اللي هاخدها. بس اكيد اموت قبل ما استلمها. طب والله ما تستاهل تراب رجليك. انا مش عايش في الوهم زي الجدع بتاع التليفون. انا بس بحاول احد. بس الظاهر لابس طريق لخفة. انا هوا. محدش واخد باله مني غير الناس اللي عليهم وساط. ودول شايفيني زي القضاء مستعجل. صح. وجيت الحق. قلتهم ما يشوفوش وشك خالص. طب قومي انت كمان من وشي. ليه بس يا اخويا فضفض؟ ماليش نفس. عاملك انسان؟ ما بحبوش. طب كراويه؟ كركريه. هي المشاريب ديت كنت بتديها لجوزك قبل ما يموت؟ امال؟ دي مشروبات صحية. اوعي تكوني كمان كنت بتطبخي له زيت الكافور. ولي سيد عرفها ازاي دي بقى؟ لا دي لو جوزك كان عارفها كان ولع فيكي من زمان. على فكره يا اجمل الدكتور نجيب مبسوط منك قوي قوي قوي. الحمد لله يا فندم. ما قلتليش يا اكل انت كنت عايزه في ايه؟ ايه ده ما شاء الله؟ انتوا ما بتخافوش على بعض حاجه ابدا؟ ابدا. الله جارك ايه يا اكل؟ انت ناسي انه ابني ده انا دمي بيجي في عروق. ربنا يخلي دمكم لبعض ويبعد عنكم الجلطات. انا بس يعني عندي واحده قريبتي يعني غلبانه وجوزها متوفي. كان نفسي يعني الدكتور يشوف لها اي شغلانه. قريبتك دي حلوه؟ يا قمر سوري مقبوله يعني. هاتها لي بكره. ايه؟ اقصد يعني هاتها لي لو كنت جاي بكره. ثانك يو الوت. ما بتقدرش رد. دول ثلاث شهور الايجار اللي متاخرين عليكي اليوم صاحب البيت. وتعالي بكره معايا المحل هتشتغل هناك. انا رتبت كل حاجه. خليك لي. ايه شغل السهواكه ده؟ لا لو سمحت تلزمي حدودك. انا راجل سنجل ومشاعري جياشه. وانا قلت حاجه؟ انت خليك لي. ويخليني ليكي ليه؟ ايه التلاكيك ديت؟ تلاكيك ايه يا ابو تلاكيك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي تنقلي من السهواكه للشرشحه فجأة كده؟ انت هتدلني عشان فلوسك دي؟ خدها مش عايزاها. ما هو انت لو ما خدتهاش هتفضلي زقالي هنا. يا راجل انت مش هتعرف تحسن مراتك. عموما انا ماشيه. ولو طلع لوحدك. ايه ده؟ خدي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا. انت بتدعي عليا يا سوسه؟ انت عايزاني اموت؟ ان شاء الله. وبعدين معاكي بقى؟ هو فيك؟ مش قلت لك نرمي كتير؟ سيبيه عايش في الوهم. لو فاق هيحزن. برافو يا اخويا. فعلا قوي عليها. خدها الغراب وطار. ما هي لو تستاهل كانش خدها الغراب برضه؟ عندك حق. وانت تستاهل.
وبلط ميت وبلط. انا انسان مشاعر عندي سايتك على خير بقى. وهذا البتاع ده اشوف سيروم كاتب لها ايه. لا انا لا اشوف. بص شوف قال لها ايه. طب اعمل ايه علشان ترد علي؟ انا انسى وقتك انا وكل ما قلبك تحت رجلي. بعدين معاكي بقى اللي انت عايزاه اللي تحلمي بيها اللي بخوفك. انت مجنون كريزي وولتر. مجنون؟ طب حاسس عنده احساس. وانا كمان عندي احساس. انا مضطر اسيبك وانام. عارف انا طيب هتجيلي قريب ولا تندهلي واقول لو طيب يا عنيلة. عارف انا طيب هتجيلي قريب ولا تندهلي واقول لك طيب يا عنيلة. وعيب عيني وفلاح عليا انا بحبك قد عليا. كريزه قولي. لا ده انا معادي في الغزبة البكرة مش النهاردة. تمام. يا باشا البنت قريبتي الغلبانة اللي كلمتك عليها قبل كده موجودة معايا بره. طب روح هات عشان اشوفها. اوكي. تعالي يا سوسة سلمي على نبيل باشا. ما تقلقيش بقلب جدك ما فيش منه خوف. ايه الكلام ده؟ اللي فندم بفهمها يعني ان حضرتك اكسبايرد. وانت مش عارفك يا اخوي. وكمان من ناحيه حضرتك حضرتك عارف ان اولاد حرام ما خليش ولاد يقلبوا. تعالي. طيب خلاص متشكر. انت هتسمي الشغل من بكره. طب احنا بقى جو اوت. يلا ساسا ثانك يو الوت. انت واطي يا طيان. انا واطي يا ساسا. طيب مالي عليك يا اخويا مش انت صاحب الشقه؟ قال ايه المعفن من بعد ما خد فلوسه عايز ياخد مني 3 شهور مؤدب عشان يرجعني الشقة. وعملت ايه؟ اديتهم له. اديتهم له ازاي؟ جبت فلوس منين؟ اديتهم له مسحت بكرامته الارض بسيته لحد ما قال لي تنوري شقتك. هو قال لي كده؟ يعني خلاص كده هترجع شقتك؟ ما كفايه يا اخويا انا تقلت عليك قوي. بتبقى طول لكل حين ومين انضف يعني. ايوه بس ما بسش ولا حاجه يا اخويا. انت دماغك مغرقني من ساعة الراس. عيب يا عبيطه ما بتقوليش كده. قصتك ما تعرفيش مين. بصراحه مش عايز اسيبك. طب انا رايح اجمع في البلاد ما تيجي معايا؟ بجد؟ زي ما بقول لك كده. طبعا اجي معاك. طبعا جدا. والله ليك احس يا سوسن. انا ليه خليتها تمشي؟ عايز تخاصمني خاصمني بس اوعى تبعد عني. عايز تصالحني قبل الشوق. يخرب بيتك ده انا لسه قايل انك عقلت. انت كده شكلك رجعتي له. لازم تعرفي ان مش ممكن اسيبك تروحي مني. انت مخلوق علشاني انا وبس. معقوله ما عندهمش كلاب؟ باين عليهم فقرا. دول افرنوني يا هانم. انا مندوب مستشفى الدكتور نجيب. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل استريح. بلغ المدام.
اهلا وسهلا. اتفضل اقعد. جميله قوي القطه دي. ده قط ولد اسمه شيتوس. شيتوس اسم جميل. شيتوس هما الناس الذوق كده يربوا قطط مش كلاب. حبيب قلبي ربنا يخليك. بصي يا اكمل انا معرفش كل بنت من بناتي حسابها ازاي. انت تدخل الاوضه اللي هناك دي وانا هبعت لك بنت بنت تحاسبك. هما دول كلهم بناتك؟ بسم الله ما شاء الله ما يبانش عليكي انت لسه صغيره. انا ابتديت حياتي العمليه من بدري قوي. شكرا بنات مش ولاد. ربنا يرزقك بولد. لا في ولاد بس حسب الطلب. الولاد سبيشال اوردر. الولاد سبيشال اوردر. Yeah.
جارك انك حلوة قوي. نعم يا بنت، جارك ايه هتعملي عليا ولا ايه؟ لا يابا، انا مش بتاعت الكلام ده. انا مش بتاعت الكلام ده، انا بنت طول عمري جامدة. لا لا، كل اللي كده يا باشا وتغور الشغلانة. انا بشوف سقفنا اللي انت مشغل ورا اللي عامله ده. سلام يا باشا. الله يمشي يا بنت. الله 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 الله، انت بتخافي يا جدة اوي كده ليه؟ يا بنت انا كنت بمتحن اخلاقك. يا سلام. صاحبك يا خمام، صداك مات. مش هتقعد معايا شويه؟ لا مش هقعد. هاخد عيش واروح، هات لي 10 تبات. لا لا لا، 10 مش كفايه. لا كفايه يا بارد. اللي انت عملت ايه مع الدكتور؟ ما عملتش هو اللي عمل. قاعد ياخد مقاسات وكانه هيفصل لي جسمي جديد. وصورني في اوضاع غريبه. ايه؟ أوضاع غريبة ازاي يعني؟ حتى انا خفت. قال لي ما تخافش يا سعيد، ما تتكسفش، دي طبيعة شغلنا، العملية ممكن تتعمل. طب مبروك. هسيبك بقى عشان تستعجل. كان الله في العون، والله العظيم العيشة بقت صعبة قوي، مع ذلك الواحد بيعمل الخير ويرمي البحر. أنا أعمل الخير وأرميه البحر؟ إنما أنت هتنزل تاخد الخير اللي أنا رميته في البحر. قول من الآخر أنت عايز إيه؟ غسالة البحر. ييييه. غسالة أكمل الولاية ده هتبارك. أنا لما ده ما حبوش مني. خصوصا بعد ما عطينا زاد. زاد ازاي يعني؟ ما انا جبت مرات رجب تعيش معانا وخدت بنصيحتك. يا راجل. ما انا عرفت ان العيش ما بتهونش الا على ولاد الحرام. يعني مرات رجب عندكم دلوقتي في البيت؟ ده انت هتخليني اخدمك خدمه وضميري كله مستريح. كسرت الاطباق. بمعنى ايه؟ عشان الولايه كفتوش. لا لا لا، ما تقوليش انها تاكل وشك، انت اصلا وشك بتاكل. بس ما تنساش بقى ميعاد الاستجابه اللي جاي. من الطبيعي ان كل المرضى لازم نكشف عليهم قبل دخول العمليات ونقيم حالتهم كويس. ممكن واحد يكون سكره عالي، ضغطه عالي، او عنده حاجه تمنعه اصلا من دخول العمليات. في الاخر كلنا عايزين نوصل ان حياه المريض اهم من اي حاجه. اكيد اكيد. ممكن اعرف الماتيريال دي كلها مطلوبه عشان ايه؟ عشان عمليه ايه؟ الدكتور نجيب منع دخول الحاجات دي بقى المستشفى. دكتور نجيب هو اللي قال كده، عشان العمليه دي نسخه شعبيه، يعني ماتيريالها لازم يبقى كسوتي. بس الناس كده ممكن تموت. اظن دي حاجات ميديكال انت مالكيش فيها، صح يا دكتور؟ سيد لو حصل له حاجه انا مش هسكت. لا خلاص، خليك بحقك يا ابو فرح. سوسن، كنت بتعملي ايه جوه؟ خش اساله. الباشا. اهلا 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 يا اكبر خير. ايه الجبل؟ انت مش المفروض تروح تقعد في حسابات المستشفى؟ المفروض، بس لسه فاضل ساعتين. طيب يا سيد، على فكره اكبر، البنت قريبتك دي هايله هايله هايله. ايوه. خير يا اكبر، هو في حاجه؟ مستني جيراني كده جايين يشتروا شويه حاجات، ببص اذا كانوا جم ولا لا. شكلي بقى هنزل استناهم تحت. انزل استناهم، وبالمره ابعت لي سوسن عشان عاوزها. لو في حاجة أنا أقدر أعملها قول لي. أنا إيه يا أكبر؟ لو في حاجة أنت تعرف تعملها كنت قلت لك. ممكن افهم ايه اللي انا مش ممكن اعمله وسيادتك تعمليه؟ طب في ايه؟ على فكره انا ممكن اشرب لك انت والاراجوز اللي بعتك. مين ده اللي بعتني يا بنت؟ استاذ اسد. اهلا اهلا، اتفضل. انا مبسوط جدا من شغلك معانا يعني.
شكرا يا فندم. فندم في حضرتك جايبني على ملا وشي، انا مش مطمن. هو في حاجه تانيه؟ يبقى ندخل في الموضوع. يا ريت. انا قررت اجوزك. نعم. انا قررت اجوزك وانت قررنا ايه؟ يبقى حضرتك بقى عايز تجوزني واحده من اللي بيجوا هنا. كانت تلاقي العمليه فشلت وحضرتك عايزها يعني تخرج بمصلحه. لا 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 لا، دي طبيعيه ما تحطش فيها مشرط. ومين دي اللي ربنا بيحبها قوي كده؟ فاكر البنت اللي انت وديتها تشتغل عند بابا؟ سوسن. بالظبط، هي سوسن. انا شايف ان انتوا مناسبين جدا لبعض. هي صحيح البنت دي دخلت حياتي صدفة وهي فعلا جميلة، بس حضرتك عارف بقى الحاجات دي محتاجة شوية معاناة، شوية معوقات، يعني الحاجات بتاعت الحب عشان النهاية يعني يبقى لها معنى. أجمل، إحنا مش جايين نعمل فيلم عربي هنا. أنا شايف إن جوازك من سوسن دلوقتي أصبح ضرورة ملاحة. أنا مش فاهم حاجة. أنا كده انا لسه في شوار العزبه. استناك. بعدين انا مخطوبه. مخطوبه لمين؟ لاحمد. احمد ده ايه؟ ده مقطع. مش هيسعدك. عشان يسعد ليه؟ صدقيني انا خايف فلوس، انا عندي فلوس كتير كتير قطع. بصي بصي يا سوسن، كل ده هيبقى ملكك، كل اللي انت عايزاه. تعالي وصحى بامي. تعالي سوسن 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 سوسن. حضرتك بتتجسس على والدك؟ سيبك من كلام الفارغ ده، انا ما عنديش اي استعداد ان حد يشاركني في فلوس ابويا، وبعدين البنت لسه صغيره، مش هلاقيها بقى تروح تجيب له عيل. فاهم. وبعدين هي بتقول انك انت خاطبها، يبقى نفذ. بنت يا سوسن، بنت يا بنت، تعالي. استنيني في المخبز يا سوسن. افندم. كم حوصلت؟ انا هركب الكرباص. الكرباص؟ يا بنت اركب العربية اريح لك. كم يلا؟ الميكروباص اريح. معاكي اجرة الميكروباص ولا عالسين فيها؟ كم يا بنت؟ اركبي ما تركبيش جمالك، اركبي. كده؟ ماشي يا سوسن. براحتك. روح. روح خلي الميكروباص ينفعك، ها؟ سوسن. أكمل. كان عايز منك إيه؟ أنا ماشي ورايا مخبر ولا إيه؟ أنا مش ماشي ورا حد، أنا قلت أعدي آخد خطيبتي بعد ما تخلص شغل. أنت خطبت؟ ألف مبروك. لا أنا ما خطبتش، أنا اتخطبت. مين الواقعة اللي خطبتها؟ انت مثلا. انا اخطبك انت؟ لا انت اللي واقعه. انت سايق ورايا وبتهزر. مش انت اللي قلت ان احنا اتخطبنا وهنتجوز بعد العده؟ هو قال لك منين؟ لا منين ما قاليش. تلاقيها البنت اسمها كانت تانيه ودي. مش مهم مين اللي قالي، المهم ان انا وافقت. وافقت على ايه؟ وفات ان نتخطب ونتجوز بعد العيد. انت عشان تخطبني تدوخ ورايا السبع دخان. دوخت يا ستي، وبدل السبع دخان 10,000 دوخه، لدرجه اني هرجع دلوقتي. سيدي اكمل؟ اه ده انا ممكن استنطق في وشك. سلامه. بعد الشر عليك. من بكره بقى مفيش نزول المحل. انت تقول ضربي. وبقول بقى بدل حكايه الدبل والشبكه والتكاليف والحاجات دي كلها، انا اتجوزك بدفتر الكمبيالات اللي عليك. خدي هنا بيتي مجنون. هو ده عارف يترفض؟ يعني انت يرضيكي اخطبك واتجوزك وبعد كده كل شويه اطالبك بالقسط ولو ما دفعتيش هسجنك؟ عارف لو ما مشيتش من قدامي الساعه دي هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. متفقين من بكره نبرنج الدبل. كنت يعني؟ زي ما بقول لك كده. المهم قبضت النهارده. Thank you.
عارف يا أجمل، ده كل ما بتكبر بتفكرني بالمرحوم والدك. عمري ما طلبت منه حالة وقال لي لا. عمري. يا ما حكيت. بس أنا زعلان منك. مني؟ ليه خير يا فندم؟ يا راجل لما تخطب مش كان لازم تيجي تقول لي؟ فاتتني دي. ساعات كده الواحد بيبقى ناطع ومعندوش دم وما بيحترمش العيش اللي نبيل بيه. حلو الناطع دي. اللي بالمناسبة هي العروسة ما جاتش ليه النهاردة؟ تعبانة وكانت قالت لي أقول لك إنها محتاجة أجازة. تعبانة؟ سلامتها ألف سلامة. ألف مليون سلامة عشانها. راح أبعتها دكتور فورا. لا 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 دكتور إيه؟ ده تعب بسيط جدا يعني. بعتيني الصواب من عندي بسرعة. بقول لحضرتك ده تعب بسيط يعني. أنا شايف يا أكمل إن البنت دي مش مناسبة ليك، عشان كده أنا قررت إنك ما تتجوزهاش. نعم؟ أنا قررت إنك ما تتجوزهاش. يعني أدخل. أوامرك يا سعادة الباشا. تعدي على الدكتور نعيم، تاخده وتطلع بيه على بيت سوسن في العنوان ده. بسرعة. يا سعادة الباشا، حاضر يا سعادة الباشا. انت عرفت عنوانها ازاي؟ ملاحظة غبية، انما الملاحظة الذكية انك تقول لي حضرتك حافظ العنوان ازاي؟ طب حضرتك حافظ عنوانها ازاي؟ انها تهمني، عشان كده انا قررت انك ما تتجوزهاش. بس انا هتجوزها. جرب كده ورينا شطارتك. أفرم عليك فرد كبير، تبقى كبير حسرتنا لمولودك كامل أفندي. لكن أنا سميت لطفي على اسم المرحوم أبويا. لا، لطفي على كنت كامل يبقى كامل. توصف لطفي أبوك. أبوك مجال ده المكان الوحيد اللي مش هصالك فيه، بس اطمني بيقولوا مراته ست طيبة أوي. سيد، سيد الناقص نجوم العدمان الصدمان. يعني يرضيك يا أكمل، أنا أشرب من قلة وأنام على الحصيرة. قلة؟ قلة إيه وحصيرة إيه؟ ده السيد ده عقبال أمانتك، ده ما شاء الله بقى حاجة إيه؟ بيته كله فول أوتوماتيك، كامل من مجاميع، مش ناقصه غير حمام السباحة بس. يعني بس ما تخافيش، أنا عارف إنه معفن ومفيش أعفن منه، بس في ميزة، بيحب مراته وبيخاف منها موت، يعني لا يمكن هيلعب بديله كده ولا كده. اطمني. اطمني. ده ايه المكان المعفن ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما فيش حد. طب اطلعي كده بصي انت عشان لو في حاجه اعرف اجري. تجري؟ قصدي يعني لو في ست، لو في تعالي تعالي. ما حدش بيخطب حد، بلاش. طب تخش خش خش. صحيح الشقة جاهزة من المجاميع، مش ناقص الا حمام السباحة وساكن على النيل كمان. مش عارف، يمكن يكون سيد اتسرق. مش عارف ايه الاشكال الوسخة دي. صحيح؟ صحيح ايه؟ يمكن يكون جينا اوضه غلط ولا حاجة. يا اخ يا جدع، انت انت جدع، انت ايه يا جدع انت؟ هو في حد يزعق حد كده؟ انت انت حكومة؟ حكومة ايه يا عم؟ هو انت مين؟ انا ولا حاجة يا فندم، انا الشيخ سيد في الوطة دي. طب سيد فين؟ معرفش يا فندم. طب فين مراته؟ معرفش مراته يا فندم.
لا طب انا مش مراتي يا فندم. طب انت مين؟ مش مراتي يا فندم. مش مراتي يا فندم. سيد بقى اعرفه من قبل ما يتولد. من قبل ما يتولد؟ اه عمره ما اتجوز. بس انا مش هسيب هجوزه يعني هجوزه. من ساعة ما ربنا اكرمه واشتغل في الاجهزة المنزلية ربنا فتح عليه من وسع واللي عاوز منه حاجة بيجيبها بنص السعر. عايزين منه حاجة؟ لا مش عايزين حاجة. يعني بسلامته عمال يسحب الاجهزة ويحرقها في السوق عشان يورطني. ماشي يا سيد، ده انا هخليهم في المستشفى يعملوا له عملية نفخ لحد ما لغاليغه دي تفرقع. لا هخليهم يعملوا له عملية شفط لحد ما يختفش. والنصات اللي عليه؟ وايه يعني؟ ماضي على كبدالات هيروح منا فين؟ تعالي تعالي. هو واخدني فين؟ على البيت. بيت عندي. لسه بيبعت رسائل؟ لسه. بس المفروض يوم الاربعاء اللي جاي هيبطل يبعت. اشمعنى؟ هيخلص رصيده؟ لا هو كله على بعضه هيخلص وهيخرج كمان من الخدمة. هينتحر. ايه؟ زي ما بقول لك كده. وانت هتسيبه ينتحر؟ امال يعني هروح اتصور معاه ست وهو بينط في النيل؟ استني بس. ميعادنا يوم الاربعاء الساعة 3 الفجر في كوبري قصر النيل. يا اجمل نساء الارض وماضي شهيد حبك. اهو انت كده تمام. انا كده هرتاح من رسائل اهلك. يا بختها. يا مين دي؟ اللي هيموت نفسه عشانها. يا سلام. هي الوحدة طول تلاقي واحد يفتح دماغه عشانها ولا حد يغض نفسه بمطله عشان خاطرها. ما تقلقش يا عزبة، انت بس خليها عندك في البيت واوعى تنزلها المعرض ابدا. ايوه بس اصل وجودها في البيت عندي بصراحه مش مناسب. مش قادر تمسك نفسك يا عريس؟ طب افرض حد شافها عندي هيقول ايه؟ قلت لك ما تقلقش، انا واخد بكره ميعاد من بابا وهحل كل الامور. معرفش فين؟ الفرنيتشرز ساوزا. ولما شافوكي ما سألوكيش انت مين؟ يا اخويا زيت وفرح. المحتاج ما بيسألش. بس حاجتني عليكي. انت بجد تخلص عليا؟ خلي بقى السعوكه ديت. قلتلك 100 مره انا ميت وبلط. ميت ايه؟ انا اسمه ايه؟ انا بقيت ميت وبلط. انت فقراني. بس برضه اللي عملتيه ده ما يصحش. ازاي ترقصي كده قدام الناس؟ ايه؟ لا ده وحش. ما عجبتش. مادي لا انت مادي. انا مش قدك. انا خلاص على الاخر. انا بكاتب فغرتي وساكت. يعني خلاص ممكن همسه كمان وافجر بس بيك. فاهمه ولا لا؟ تسلم ايدك. انت مش هتاكلي؟ ماليش نفس. عجيب قوي مع انك على طول جعانه. طبعا جوازه حبيبه القلب اتفشكلت. خلينا تتجوز. اكيد اكيد طبعا. مش شايفاني مبسوط ومزقطط؟ ده انا هموت من الفرحه. ده الفرحه مش سايعاني. عموما انت حر. يا بالسهوله دي تبيعيني؟ الدنيا على اسمي اللي بانا فيهم. وانا بقى الدنيا علمتني انك انت بحبك.
عايزين حاجه حصل لك في حياتي. اول مره تقول حاجه حلوه. صدقيني يا سوسن انا فعلا مختلف. خليك معايا تشرب مجنود. لا ده النهارده الاربع. انا شوف المجنود ده ناوي على ايه. الساعة 3 الفجر هرمي نفسي فوق كوبري قصر النيل وروحي هتحلق فوقيكي. أخيرا هشوفك يا حلم عمري. بعدين بقى في الراجل ده أنت مستنيه حد؟ صوت عمرك غبي. ما تتلم بقى. محبوب لا خطف يا دكتور. انا خطف ولا حاجه. انت بس مكبر الموضوع يا اكمل. البنت كانت عندك واحنا بعتنا خدناها. انتوا مين؟ انا قعدت امبارح مع بابا قعده طويله واتفاهمنا على كل حاجه واتفقنا ان علاقته بالبنت مش هتاثر على المصالح الماديه اللي ما بيني وما بينه. مش فاهم حاجه. جوازه بيها هيبقى جواز سوري. جواز سوري؟ طب وانا؟ انا بحبها وهي بتحبني. بالنسبة لان انت بتحبها ما تنساش ان انا اللي قررت انك انت تتجوزها. اما بخصوص ان هي بتحبك فطبعا دي معلومة انا اشك فيها. انت عارف ان مفيش انسان طبيعي وسوي يرفض يعيش حياة الرفاهية. لا يا دكتور انت فاهم غلط. مش كل الناس كده الا سوز. مفتحيش الا بقولك ها. افتحي يا بيتي. ايه رايك؟ حلو بس هيبقى احلى عليكي وانت لابساها. وليش البسولك؟ هاتي يلا حلو. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. حلو انا هو قوي عليكي. ايه رايك؟ ما كانش هو انا راح ولا اسكت فاهم؟ يلا يا اكمل كمل حياتك زي ما كانت. انزل دلوقتي روح بيتك ومن بكره انزل شغلك عادي جدا لان مفيش اي حاجه حصلت. بس صاحبك بكام يا صاحبي؟ صاحبي مين؟ سيد صاحبك. عادي زيه زي غيره. كل واحد بيختار حياته زي ما هو عايز وهو عايز يغير حياته هو حر. هعمل له ايه؟ خليك انت كده مالكش دعوه بحاجه ولا باي حد خالص. انت شوف شير وهو بقى فرصه جاب. سيد ما ينفعش يعمل عمليه. ليه؟ سيد عنده حمر مزمنيه قديمه مؤثره على قلبه والاولى انه يخش قلب مفتوح مش عمليه تجميل. احنا كده بنقفله مش بنجمله. سيد استاذ ما تكونش زعلان مني عشان موضوع الاجهزه. اجهزه ايه وجهه ايه؟ انت لسه بتروح معايا دلوقتي. اروح معاك على فين؟ ما اديك شفت انا عايش فين وازاي. سيد انت ممكن تموت. اموت تاني؟ وانا مالي؟ وفي حد بيموت مرتين يا استاذ اكمل؟ لا يا سيد بالعكس لو العمليه ربحت انا ممكن اعيش. وتكسر فيش انت كمان يا سيد. بص ايدك بص ايدك بلاش تعمل العمليه. قوم معايا يا سيد. شيلو ده قوم معايا يا سيد. بلاش يا سيد ما تعملهاش يا سيد. قتلوا مسلحهم يبقوا معاك يا سيد. بلاش بلاش اعمل معروف.
تموت يا استاذ عبدي.